أرجو توضيح ما معنى أن يقول بولس الرسول أنه اختطف للسماء الثالثة للجسد، أما الروح لا يعلم. فبناء على كلام قصتكم لا يمكن أن يكون الاختطاف بالروح حتى لا يموت الجسد، فلماذا إذا لم يقل أنه اختطف بالجسد؟ جايز اختطف بالروح والجسد مع بعض، وهو ليس يعلم يعني كده. وزي مثلا في قصة الخصي الحبشي ومعه فيلبس، بيقول روح الله خطف فيلبس فوجد نفسه في